يعني أنكم من ضمامكم لرأس المال البشري، فقد ساهم التكوين دائرية الفترة القادمة المحلقة بشؤون الدولة والمواطن. تفضل السيدة بالمسر ومي سليمان. جاء تخرجنا نتيجة لجهد دام 3 سنوات، تلقينا فيها مجموعة من المعارف النظرية ذات الطابع الأكاديمي، وكذلك مجموعة من المعارف التطبيقية المستسقات من خلال تربصاتنا التطبيقية. نتمنوا أن نكونوا نمدوا يد العون للمواطنين ونشرفوا الإدارة الجزائرية، وذلك من خلال عصرنات الإدارة.